نعم شيخنا هنختم، بس عايز اسال حضرتك سؤال. يعني مفيش حاجه اسمها الست ادمها ولا الراجل ادم؟ لا خالص، لان انا يحضرني طبعا السيده جويريه بنت الحارث. نعم. فقالوا عنها انها قدمها اخضر على القبيله بحالها، اثاروا احرارا ان شاء الله. نعم، ببركه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اختارها زوجه لي. نعم. فاطلقوا يعني نسب رسول في الله. في مصلحه صغيره جدا استاذنك، انا ما احبش اشخصن الامور. انا كنت امتلك خط تليفوني هاتفي اللي هو الشخصي او المحمول. منذ أيام أنا فوجئت بأن الشركة أوقفت الخدمات بدون أدنى سبب. أنا خادم للدعوة الإسلامية وخادم لمصر وخادم للأزهر، إيقاف الخط الهاتفي طبعا سيأثر على شغلك طبعا. بالضبط، فأنا أناشد هذه الشركة أو من بيده القرار لأعيد تشغيل هذا الخط، لأنه مهم لمصالحي ومصالح الناس. طب يا فضيلتك انت ما رحتش الشركه وسالتهم؟ رحت. ما لهمش اي سبب؟ لا يعرفون. ما يعرفوش الخط جرالو؟ لا بيقولوا ما يعرفوش. طب يا فضيلتك مع ان انا مشترك بنظام باقات، يعني ليست عليا متاخرات ولا يساء استخدام الخط الهاتفي. طبعا هم اكيد عندهم سبب. احنا طبعا يعني شيوخنا الكرام والافاضل لهم كل التبجيل والاحترام، وانتم عارفين الخط ده ممكن يكون فيه ربما فتوى تنقذ عائله او فتوى تنقذ حد من جريمه حتى يقع فيها او ذنب يقع فيه. فانا اناشدكم طبعا بهضم صوتي لفضيله الدكتور احمد كريم استاذ الشريعه الاسلاميه.